بهذه المكونات البسيطة يحضر طبق الزربيان الذي لا يغيب عادة عن السفرة اليمنية، لا سيما في جنوبي البلاد. في مطعم النور، أحد أشهر المطاعم الشعبية في مدينة عدن، يحضر هؤلاء الطباخون الوجبة التقليدية الشهيرة المستوحاة أصلاً من مكونات وجبة البرياني الهندية. الطهاة في اليمن يضيفون مكونات أخرى تعطي هذه الوجبة نكهة ومذاقا محليا مميزا يجمع بين ثقافتي اليمن والهند. البيان يتكون من اللحم والبطاط والبهارات والرز، يوضع بعد ما يطبخ تحط له إلى تضيف له إلى اللون والزبيب. أصبح الزربيان العدني أصبح مشهور على مستوى الوطن العربي، من ذلك اضطرينا في الفترة الأخيرة لفتح فروع في مختلف مديريات عدن بسبب الإقبال الكثير علينا المطبخ. غالباً ما تفوح الرائحة الزكية لهذه الوجبة من مطعم النور ومطاعم أخرى مختصة بتحضير الزربيان، تشد المارين بجانبها لتناول هذه الوجبة التي يقدم بجانبها العشار والهلوى، وتحظى هذه الأكلة بشعبية واسعة ما يجعلها حاضرة كذلك في المناسبات والأعراس. احنا نأخذها شبه يومي، وفي الأعراس وفي المناسبات وفي الرحلات نتناولها في القداء وفي العشاء وفي كل الأوقات. وعرف الزربيان في اليمن بعد وصول جنود بريطانيين من أصل هندي إلى عدن في ثلاثينيات القرن العشرين.